استعدادات كنيسة ماري جرجس ايه بالنسبة لرأس السنة؟ الحقيقة احنا كل سنة طبعا بنعمل احتفال يعني كبير بالنسبة لرأس السنة، بس عشان السنة دي عشان شهداء البطرسية هنقتصرها على ايه المدايح والتراتيل الكياكية، وبعد كده هيبقى عندنا على حوالي الساعة 12 كده بنعمل قداس نستقبل بيه السنة الجديدة. نتمنى طبعا تبقى السنة دي سنة جميلة ومديدة ومجيدة على كل الايه على كل المصريين كلهم، بحيث ان شاء الله مش المصريين بس، لكل الايه العرب وكل المنطقه كلها ان شاء الله، لان مصر هي قلب الايه العالم العربي كله وقلب الشرق الاوسط كله، ومصر هي رمانه الميزان بالنسبه للمنطقه كلها. عملنا كاميرات، يعني في كاميرات موجوده في داخل الكنيسه من الناحيه التامينيه، برضو رجال الشرطه في الخارج، رجال الشرطة في الخارج، وطبعا في عندنا فريق كشافة في الداخل ورجال التنظيم، فدي طبعا كلها بتأمن كل حاجة. هتحتفل ازاي برأس السنة؟ هنروح الكنيسة ان شاء الله بالليل ونحتفل، وبعد كده نروح عند والدتي ونقضي اليوم، يعني الليلة بقى نسهر مع بعض. هنقضيها طبعا في الكنيسة، وكل سنة وانتوا طيبين وكلنا جميعا في مصر طيبين بخير وسعادة. أمنياتك في السنة الجديدة؟ كويس، كله كويس، مدام بنشكر ربنا، ربنا هيدينا كل حاجة كويسة. نيجي العيد الكنيسة هنا وبنقضي رأس السنة وبنبتدي سنة جديدة مع يسوع، يعني بيبقى فرحة تانية يعني أنا وولادي وجوزي وكده، بتبقى حاجة جميلة يعني. أقول لهم كل سنة طيبين، وكل واحد يا ريت كل واحد يخاف على بلده طبعا، وإحنا في بلد أمان طبعا، مهما اللي حصل دي يعني وزة كده بس عشان الناس يقرصوا الناس، بس مهما كان دي بتخلي الناس تتوحد اكتر. انا بتفائل بخير ان شاء الله يعني، واحنا يعني ربنا بيسيبنا اصلا برغم الاحداث اللي بتحصل ديت، اصلا احنا كل مره بتحصل اي حاجه يعني متمسك طبعا بربنا اكتر واكتر. وكمان كل سنه وانتم طيبين، وحافظ على كنيستنا وعلى المصريين كلهم يا رب. كل سنه وانتم طيبين.